الرابع من أركان الإيمان. نيليس أصا إيمان بيروس بيلريسا. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. التوسكو قايكين بروفيت توهين يا له التلوهين. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. أوسكم متهبط يتك بالبوط يهيت أي بالبطة. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. يأت بروفيت أي بضاله تله. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. يأت الله سبحانه وتعالى له تلتهيته. وأيدهم بالآيات. صدقهم. يا تهانون طريست نتهيتا يا كيلان. وأنهم عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة. إت الله سبحانه أنتم هي لفستون. أمانة الرسالة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. سبيست منك الله سبحانه وتعالى أنتم تهيلة. ونصحوا الأمة أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. يا تهوت نوفنا تكنصيا. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. يا التهودية ستنين قايكي متى الله سبحانه وتعالى كاسكي متهيتا في استيمان. وبذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين. يا أبط أنتن تسن ميلة سن ميلن أبط أنتن ميلة سن ميلن نكن التميكا ميلن تس ميلن تس ميلن نكو يميكا ميلن هدف تسمال مصة. أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاهدوا في الله بجميع أنواع الجهاد. يا تبروفيتات نوتهن قايكن نكو يسن جهاد النيكت اولي مصا اتهوتهن تسن. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. انسي ما نبروفيتات اون آدم عليه السلام. أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. انسي ما نبلاه التلس اولي نوح عليه السلام. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. دي من بروفيت الله تلس أم ميلا بروفيت من محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب والله. يوكا إنه كبعت تعلم أن بروفيت ميلا بروفيت كوال ما يلكن هنون ظله تليا. وكافر كفرا أكبر. يهنون إبا أسكوا بارن إيسو مستنيستا.